السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا فيكم في جلستنا لهذا اليوم اللي هي عنوانها راح يكون عن 15 نصيحة في التعليم والتعلم عن بعد، تحسين هذا التعلم وتحسين هذا التعليم. بتحدث معكم أنا محمد راضي النجار، مدرس معلمين في أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين. نعطي بعض الوقت للزملاء المعلمين إذا الالتحاق فينا دقيقة أو دقيقتين إن شاء الله، ثم نبدأ في جلستنا. أتوقع الآن الأعداد بتزيد إن شاء الله. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. بتحدث إليكم محمد راضي النجار، مدرس معلمين في أكاديمية الملك كراني لتدريب المعلمين. جلستنا اليوم أتمنى إن شاء الله تكون كباقي جلسات صفحة الفيسبوك للأكاديمية، جلسة إن شاء الله مفيدة وتطبيقات عملية في الغرفة الصفية، وخصوصا في المرحلة الصعبة اللي إحنا بنمر فيها، مرحلة التعلم عن بعد اللي إحنا على ما يبدو مش راح نتخلى عنها حتى في الأيام القادمة عندما نعود للتعلم الوجاهي. في البداية بدنا نتساءل معاكم شو المقصود في التعلم عن بعد؟ كلمة التعلم عن بعد هل هي يعني مفهومك الخاص لهذا الكلمة أو لهذا المصطلح اللي هو أصبح شيء ناشئ جديد علينا؟ يعني سامحوني مش ظاهر عندي أنا صفحة الفيسبوك، لكن بحاول إنه نمشي معك إن شاء الله في ملاحظاتكم، نتواصل مع الزملاء على الواتس. نختصر من الوقت ونتوكل على الله، نبدأ ونتحدث عن التعلم عن بعد كمفهوم أكاديمي. التعلم عن بعد هناك أكثر من مفهوم مرتبط فيه، مثل التعلم distance learning باللغة الإنجليزية، أو التعلم الإلكتروني، أو التعلم الرقمي. إحنا اخترنا هذا المصطلح لأنه يشمل معظم هذه المصطلحات. تعريف اللي اخترت لكم إياه اليوم هو من اليونسكو، يتكلم عن عملية نقل المعرفة إلى المتعلم في موقع إقامته أو عمله، بدلاً من انتقال المتعلم إلى المؤسسة التعليمية، وهو مبني على أساس إيصال المعرفة والمهارات والمواد التعليمية إلى المتعلم عبر وسائط وأساليب تقنية مختلفة، حيث يكون المتعلم بعيداً أو منفصلاً عن المعلم أو من يقوم بالعملية التعليمية. تستخدم التكنولوجيا من أجل ملء الفجوة بين كل من الطرفين بما يحاكي الاتصال الذي يحدث وجهاً لوجه. هذا المفهوم التعريف الرسمي للتعلم عن بعد. أنا حاب أشارككم في مفهومي للتعلم عن بعد، مفهوم بسيط يماثل تعلمنا أو يماثل ما نقوم فيه فعلاً في الغرفة الصفية، أو في تعليمنا للطلاب عبر منصات التعلم. يعني أنا بشوف أن التعلم عن بعد أشبه بلاعب السيرك،
لاعب السيرك اللي هو بيمشي على الحبل. الحبل بيكون مربوط بين جزئين أو مكانين مرتفعات. هذا اللاعب السيرك زي ما احنا شايفين هو يشبه حال المعلم والمتعلم في انتقاله من بداية الحصة إلى آخرها. شعور المعلم هون دائما متوتر بصراحة، كذلك المتعلم. احنا عندنا مخاوف كثيرة أثناء هذه العملية، مخاوف تتعلق بالإنترنت، قوة الإنترنت، ظروف خارجية ممكن تصير، ممكن الأشي يتعلق بجودة التعليم اللي بنقدمه للطلاب. كيف أنا كمعلم بدي أطمئن أن الطلاب فعلا استفادوا وتعلموا في خلال الحصة؟ ما هي الأسئلة التي ما زالت عالقة في أذهان الطلاب؟ فإحنا عملية المتعلم والمعلم هو أنا بشوفه أشبه بالأونلاين. هون هو أونلاين أون ذا روب، هو ماشي على الخط، ماشي على الحبل. الآن أقصى أهداف هذا الإنسان الذي يمشي على هذا الخط وهذا الحبل هو المحافظة على التوازن، المحافظة على توازنه خوف أن يسقط. وإحنا كذلك في تعليمنا عن بعد بنحاول نحافظ على توازننا، على توازن المادة المقدمة للطالب، على توازن مدة المادة التمرين المقدم للطالب، على توازن كمية التقويم والأسئلة والاختبارات المقدمة للطالب، على توازن التفاعل في الغرفة الصفية. فأنا أرى أنه الوضع مشابه لهذا الوضع، وإحنا على أساس أنه نزيد هذا التوازن ونزيد هذا السيطرة والفعالية في الأداء. اليوم جلستنا هي بكل بساطة بتتكلم عن نصائح، اقتراحات ممكن تساعدنا في زيادة توازننا وزيادة عطائنا وفعاليتنا في التعلم عن بعد. طبعا انتوا لاحظتوا انه خلال اعلاننا عن الجلسة شاركناكم في رابط لاستبانة. هذه الاستبانة نتائجها ظهرت عنا، اتمنى من ياس. فالنتائج الاستبانة هذه زي ما انتم شايفين بخصوص الجلسة، كانت الأسئلة عامة لكنها صراحة عميقة. فالسؤال الأول كان تجربة التعلم عن بعد، هل هذه التجربة كانت سهلة ومريحة؟ تقريبا 30% من الزملاء المعلمين والمشاركين أجابوا أنه هذه كانت سهلة ومريحة، وهذا شيء يعني يدعو للتفاؤل يعني بفضل الله. لكن الأغلبية العظمى 70% أشار إنه هذه العملية كانت صعبة ومرهقة. صعبة لأنه هي تجربة جديدة، وأنا بتحدث عن التعلم عن بعد هو عبارة عن صدمة، هو عبارة عن شوك أصابت كل المعلمين والمتعلمين في جميع أنحاء العالم. في مؤسسات تعليمية توائمت مع هذه الصدمة وبسرعة، في مؤسسات تعليمية كان تفاعلها أقل، وفي مؤسسات تعليمية وجدت حالة في حالة من الإحباط. فإحنا اليوم نحاول من خلال هذه الجلسة مرة أخرى نفعل أدائنا، نجعلها تنتقل من الصعوبة والإرهاق إلى السهولة والراحة. السؤال الآخر أو الثاني في السلايد اللي بعديه كان بيتكلم هذا السؤال، اللي ممكن ننتقل للسلايد الثاني، بيتكلم عن الأهم المشاكل على أساس إحنا نبني جلستنا على هذه المشاكل. فكانت النسب كما تلاحظون أكبر نسبة تتعلق في المشاكل التقنية والمهارات الرقمية، كيف أدخل على الإنترنت، كيف أعمل مثلا كمدرس، كيف أعمل استطلاع للطلاب، كيف ممكن أعمل تقييم للطلاب، كيف أدير جلسة الزوم كمعلم. كذلك الطلاب عندهم مشاكل، لأنه لا نستطيع أن نعمم ونقول أن جميع الطلاب لديهم القوة المتساوية والمهارة المتساوية المتكافئة في إدارتهم لدخولهم على المنصات وتفاعلهم مع زملائهم في المنصات التعليمية أو تنزيل الملفات أو حفظها أو هذه كثير الأشياء جدا مهمة. وهي على ما يبدو هذه المهارات هي أكبر ما يواجه معلمينا في الغرفة الصفية الافتراضية. كذلك كان عندنا نسبة 28% تقريبا المحافظة على الحماس الدافعية، وهذا أول شيء راح نتطرق له إن شاء الله في جلستنا. دافعية المعلم والمتعلم على ما يبدو، كذلك المعلم هو
عنده تفاعل مع الطالب، إذا شاف الحماس من الطالب هو أيضا يتحمس ويزيد حماسه ودافعيته وعطائه. هذا الموضوع جدا هام، وإن شاء الله راح نغطيه في أول جزء في جلستنا إن شاء الله. كذلك عندنا موضوع مهم يتعلق بالتأكد من تمكن الطلاب، هذا يتعلق بالتقييم، هل طلابنا فعلا متمكنين مستفيدين من المادة التعليمية المقدمة؟ آخر جزء أو آخر مشكلة يواجهها المعلمين أثناء عملية التعلم وأثناء يواجهها الطلاب أيضا مع المعلمين هي قدرتهم على متابعة التعلم عن بعد، وهذا يدفع المعلم أنه يفكر في حلول. وإن شاء الله اليوم إحنا بنحاول نقدم حلول بسيطة تساعدنا في متابعة الطلاب في تعلمهم عن بعد. آخر سؤال كان عندنا في الاستبانة وهي الأسئلة، ممكن ننتقل للسلايد الأخير في موضوع الاستبانة، كان عبارة عن التحديات كمعلمين إحنا نواجهها. مرة أخرى الدافعية تمثل أكبر نسبة إلي مثل الطلاب. كذلك موضوع استراتيجيات التدريس التي المثلى اللي ممكن تفيدني وتساعد طلابي على التعلم أثناء التعلم عن بعد. كذلك عندي أنا هم كبير في موضوع التقييم وإدارتي للغرفة الصفية الافتراضية، إدارتي للتعلم عن بعد تختلف أكيد عن إدارتي للتعلم اللي هو وجه لوجه. فهذه الاستبانة كانت صراحة جدا مفيدة وألقت الضوء على التحديات التي تواجهنا إحنا كمعلمين والتحديات التي يواجهها طلابنا في غرفة الصف الافتراضي وفي التعلم عن بعد. الآن ننتقل فورا على الاقتراحات، أنا بحب أسميها ممكن هي النصائح. في النصائح هذه هي أنا اخترت لكم 15 نصيحة وحاولت أنه أقسمها على أساس بناء الحصة الصفية. إحنا الحصة الصفية هي الملعب الذي يلعب فيه المعلم والمتعلم. الخطة الصفية، خطة الدرس، هو كل ما نقوم فيه إحنا في عملية التعليم وكل ما يقوم فيه الطلاب في عملية التعلم. فالأهداف حاولت أنه أتحدث عن الدافعية للتعلم، كيف أنا أزيد هذه الدافعية، كيف أبنيها وأحافظ عليها. ثم الجزء الثاني في محاور جلستنا لهذا اليوم ينتقل إلى أساليب تدريسي، أنا أساليب تدريسي في التعلم عن بعد، ما هي الاستراتيجيات التي أستخدمها، ما هي اقتراحات لتطوير هذه الاستراتيجيات، كيف أفعل الأنشطة التعلمية وما هي أنواعها. إدارتي للتعلم هو المحور الثالث الذي بيتعلق في إدارتي للأنشطة، إدارتي للاستراتيجيات، لأنه أنا كمعلم أدواري مختلفة وهي الأدوار تصبح أكثر صعوبة أثناء عملي وأثناء تعليمي في التعلم عن بعد. في نهاية الحصة كالعادة وفي نهاية جلستنا لهذا اليوم راح نتناول موضوع التقييم. إن شاء الله هذه المحاور الأربع نحاول نغطيها من خلال 15 نصيحة، ونترك آخر جزء من جلستنا لأسئلتكم اللي أنا بحاول إن شاء الله أجيب عليها من خلال زملائنا من خلال الواتس ينقلون الأسئلة ونحاول نتفاعل معها. إذا إخواني المعلمين والمعلمات والحضور، برحب فيكم مرة أخرى في جلستنا، ونبدأ في النصيحة رقم واحد. النصيحة رقم واحد هي عبارة عن نصيحة لأي معلم، سواء كان معلم رقمي، خليني أدوب بهذا المصطلح، أو المعلم الوجه لوجه الحقيقي مع الطلاب. الآن حتى أكون أنا قريب إلى الطلاب علي أنه أفكر بمجموعة من الخطوات اللي بتخليني أنا أعرف وأتفهم حاجات الطلاب، أتفهم مشاركاتهم، أتفهم دافعيتهم، أقيس درجة حرارة تفاعلهم. هذا الكلام يبدأ بأنه أنا أفتح نقاش مع الطلاب من خلال سؤالي لهم كيف يحبون أن يكون تعلمهم؟ هذا السؤال ممكن أبني عليه أنا تغيير وتطوير وتحسين لأساليب التعليمية. كذلك أنا ممكن أفكر في أثناء الجلسات المباشرة مع الطلاب أنه أتابع المحادثات وأتابع التعليقات وأتابع الأسئلة. هذه الأسئلة بتخليني أنا بالفعل أحس بحرارة التفاعل في التواصل عبر الجلسات الزوم أو التيمز أو الجوجل كلاس روم أو حتى جلسات الفيسبوك. هذا يساعدني أيضا في التحقق من تعلمهم،
من طرق كوني قريب من الطلاب انه ممكن اعمل اشارات للواجبات، انه احكي لهم انه انا تابعت الواجبات وكانت اجاباتكم كذا وكان في اداء متميز وكان لازم نحسن الاداء. هذا المتابعه للواجبات والمهام تجعل الطالب يشعر انه هو قريب من المعلم وان المعلم قريب منه. كذلك انا من خلال بناء روح مجتمع التعلم، حتى لو كان المجتمع هذا افتراضي او غير واقعي، ممكن انه انا اعمل مجتمع للتعلم من خلال انه انا اشارك الطلاب بالعاب. الالعاب تخلق روح الجماعه وروح المحبه بين الطلاب. ممكن احتفل بمناسبات الخاصه للطلاب، ممكن نتبادل هدايا حتى لو كانت هذه الهدايا افتراضيه. كذلك من وسائل تواصلنا مع الطلاب، وهذا يعني المعلمين ممكن مدركين لهذه الحاجه ولهذه الاهميه، ممكن اخصص ساعه مكتبيه للطلاب. لو كل اسبوع انا مع الطلاب حكيت لهم انه في عندي ساعه ممكن انتم تتواصلوا معي بشكل جماعي او بشكل فردي، اذا عندكم اي اسئله او استفسار او اي شيء مش مفهوم. هذا بحل مشاكل الطلبه الانطوائيين في الغرفه الصفيه، هذا بحل المشاكل الخاصه اللي ممكن يواجهها المتعلمين. ساعه مكتبيه بشكل مستمر في وقت محدد طول السنه، كل اسبوع او كل اسبوعين حسب ما تراه مناسب. هاي الخطوات ممكن تساعد المعلم انه يكون قريب من الطلاب. النصيحه الثانيه هي نصيحة تتعلق أيضا بالدافعية. ممكن ننتقل نعم النصيحة الثانية هي تتعلق بدافعية المتعلم للتعلم، من خلال أنه أنا أعمل الحصص أو الدروس أقسام صغيرة يمكن للمتعلم أنه يتابعها، لأنه مدى الانتباه عندنا مش دائما ثابت، مدى الانتباه مش مضمون. فأنا يوم أكسر الحصة أقسمها إلى أجزاء أصغر أحافظ على هذه المتابعة والتركيز، وخصوصا أنه إذا كان عندي أنا مثلا جلسة بث مباشر ممكن هناك مشتتات حول الطالب، ممكن هو يفصل النت، ممكن. فأنا يوم أقسم المادة أو الدرس إلى أجزاء أصغر هذا يساعده على المتابعة والتركيز. أنا كمعلم واجبي أن أحضر المادة بشكل جيد، أقسمها إلى أجزاء بشكل منطقي بشكل معقول، أفكر في الاستراتيجية المناسبة للتدريس كل جزء، ممكن أتوقع المشاكل اللي يواجهها الطلاب وأجد حلول لهذه المشاكل. طبعا انا بعمل التقسيم لهذه الدروس، كمان اعمل تقسيم للتعليمات اللي اعطيها للطلاب، يجب ان تكون واضحه متسلسله وخطوات تتبع خطوات، بحيث ان الطالب لا يشعر انه في عبء عليه في التعليمات هذه او في شيء غامض عليه. هذا مهم جدا، موضوع التعليمات. التعليمات اللي بعطيها للطالب سواء في جلسات البث المباشر او الجلسات اللي هو الغير تزامنيه، انه الطالب هو يدرس بنفسه لوحده يحتاج إلى أن يكون عندي تعليمات واضحة. كذلك أنا تكسير أو تقسيم الدروس إلى أجزاء أصغر، ممكن أفكر أنه ممكن أغطي المادة الدراسية في جلسات عديدة خلال الحصة الواحدة. يعني أنا بعمل الجلسة الأولى برين ستورمينج أو عصف ذهني، ثم أنتقل للتفاعل، نقرأ المادة، ممكن نعرض فيلم فيديو. هاي الخطوات راح نعود إليها أكثر من مرة خلال هذه النصائح الـ15 في جلستنا اليوم. النصيحة الثالثة ممكن ننتقل إليها تتعلق بالدافعية. النصيحة الثالثة ممكن ننتقل؟ نعم. الموضوع الدافعية هو كل ما شعر الطالب بالمسؤولية، كل ما شعر بأهميته في الحصة أو أهميته في التعلم، كل ما زادت حسه، كل ما زاد تفاعله في التعلم، كل ما زادت دافعيته للتعلم. أنا كمعلم أعطي مهام للطلاب، أخفف الحمل علي، وبنفس الوقت أعطي للطالب فرصة أنه يشعر بملكيته للتعلم، بأهميته في هذه البروسس أو في هذه العملية، لأنه هو مش متلقي بس الآن، وخصوصا في التعلم عن بعد. من أهم الأدوار والمهام إحنا ممكن أعطي للطالب سواء في جلسات البث المباشر أو في جلسات التعلم اللي هي غير متزامنة، يعني هو بيشتغل بنفسه لوحده بدون يكون بإشراف المعلم. ممكن أنا في جلسات البث المباشر أطلب من الطالب أنه أختار طالب يكون مسجل الملاحظات، طالب يقدم النتائج اللي بتوصلوها الطلاب أثناء عمل المجموعات. ممكن أختار طالب يراقب الوقت، يعني ينبهنا أنه والله مضى وقت كذا، لأنه الطالب يشعر أنه صوت زميله الطالب يعني ممكن يكون أخف عليه من صوت المدرس، فإحنا بنحاول باستمرار نرفع دافعيته للتعلم، يشعر أنه هو في فريق واحد، زملاء يذكرونه في الوقت. كذلك في مهمة جدا مهمة، وهي مهمة الميسر للجلسة، وهو ميسر للتعلم أيضا. هذا الميسر يتابع
الجلسة، يتابع تعلم الطلاب، يخبرهم باستمرار، يلاحظ الطلاب الذين لا يشاركون يشركهم في النقاش، يلاحظ الطلاب الذين يخرجون عن الحصة في ملاحظاتهم ويجلبهم مرة أخرى إلى محور النقاش. هذا المسؤوليات والمهام. اقتراحي لكم أنه نعمل نص مكتوب لهذه المهام ولهذه المسؤوليات، حتكون واضحة للطالب، يرجع لها في أي وقت، يرجع لها أثناء جلسات النقاش المصغرة مع زملائه خلال بريك أوت رومز. كل هذه الملاحظات المكتوبة راح تساعدهم باستمرار على فهم أدوارهم ومهامهم وتزيد دافعيتهم، لأنه عفى الله وعفى الزمن عن الوقت الذي كان يقوم فيه المعلم بكل الأدوار، وخصوصا الآن نتحدث عن التعلم عن بعد. النصيحة الرابعة المتعلقة بدافعية التعلم هي نصيحة مهمة جدا، تتعلق الآن بمادة الدرس، مادة التدريس. إذا النصيحة الرابعة تتعلق بمادة التدريس. أنا كمعلم الآن ممكن هذه من إيجابيات التعلم عن بعد، أن التعلم الرقمي وفر لي فرصة لاستبدال المادة المطبوعة بمادة رقمية، بمادة البي دي اف. هذه المواد الآن ممكن أنا أشاركها مع الطلاب باستخدام مواقع حفظ الملفات، اللي هي أنا بسميها مستودعات البيانات، زي جوجل درايف، زي ون درايف. كل هذه الملفات بتساعدني أنه أشارك الطلاب المادة اللي بقدمها، وبتساعد الطلاب أيضا يشاركوها مع زملائهم. الآن المادة المقدمة أنا اللي بقدمها للطالب أصبحت غير تقليدية، أصبحت شرائح عرض الباوربوينت، أصبحت قراءات إضافية، نصوص وورد ونصوص بي دي اف، ممكن أفلام فيديوز من اليوتيوب، ممكن جلسة بث مباشر مع الطالب، ممكن أشارك الطلاب بنسخة وورد أو نسخة دوكس من جوجل دوكس. الطلاب ممكن يدخلوا في نفس الوقت ويعدلوا ويضيفوا، يسألوا أسئلة، ساحة نقاش هذه تعتبر لهم. فإحنا الآن مصادرنا التعلم مواد التدريس أصبحت غير تقليدية، أصبحت رقمية، وهذا شيء أنا أعتبره من الأشياء الإيجابية. في مصادر التعلم ممكن أنا أجعل أحد الطلاب مسؤول عن متابعة تعلمه هو كمتعلم، أيضا يتابع مثلا إنجاز طلاب زملائه في الواجبات، إنجاز عشان نخفف الحمل على المعلم ونشعر الطالب أنه هم تعاونهم للتعلم مع بعض. فأنا في مواد التدريس ومصادر التعلم ممكن يكون عندي أكثر من فكرة تساعدني على أنه أفعل التعلم وأفعل دور المتعلم في نفس الوقت. الآن ننتقل إلى المحور الثاني في جلستنا اليوم، وهو محور أساليب التدريس. النصيحة الخامسة تتكلم عن تنويع أنماط الدروس المقدمة. أنا كمعلم، وهذا أيضا معلم اللي هو بيدرس في الغرفة الصف الحقيقية، لكن الآن واجبنا أصبح أكثر أهمية أنه نقدم خيارات تعلم مختلفة للطالب. فالطالب ممكن يتعلم، وهذا إحنا نتكلم عن التعلم وتمايز التعلم differentiated learning، أوفر خيارات مثل أنه ممكن أحد الطلاب يتعلم بالفيديو هو بصري أو هو تفاعلي، ممكن بعد شوي نعمل ألعاب للطالب أنه يتعلم من خلال اللعبة، أو ممكن نعطيه كويز صغير. هذه الخيارات توفر لنا تنويع في أنماط الدروس المقدمة. النقطة الثانية هي قريبة من النقطة اللي حكيناها في الدافعية. عندما نتحدث عن محتوى تعلمي أصغر من المعتاد، نحن ننوع في أنماط الدروس. يعني بالضبط مثل ما نشاهد إحنا برنامج على التلفزيون، كل فترة وفترة هناك لدينا مثلا بريك أو استراحة، نعود إلى في شكل جديد، نعود إلى أسئلة جديدة، نعود إلى هاي الأفكار ممكن تساعدنا على تنويع أساليب تدريسنا وكذلك بزيادة دافعية التعلم. استخدام المصادر المتنوعة للتعلم كمان هذا ينوع في أنماط الدروس المقدمة، وهذا غطيناه في الدافعية. يعني ممكن أنا أبدأ في تدريس مباشر، ثم أنتقل إلى عمل مجموعات، ثم أنتقل غرفة التفاعل، وفي النهاية أعرض فيديو. ممكن أستخدم أبنية تعليم مختلفة مثل اللي هو التعلم المقلوب وفليب كلاس روم. ممكن أستخدم التدريس أو الدرس المصغر، أتبادل أدواري مع الطالب، أتبادل الأنشطة مع أنشطة التعلم والتعليم. ممكن أترك زملاء الطلاب يتعاملوا مع بعض. ممكن أستخدم الأسلوب الاستنتاجي في درس القواعد أو في دروس الرياضيات، فأنوع في أنماط الدروس المقدمة. باختصار ممكن أنا أعطيكم هذا الاقتباس
اللغة الإنجليزية. Change what they are doing. إذا علينا أن نغير ما يقوم به الطلاب باستمرار، يعني كل 5 دقائق نغير، كل 10 دقائق ننقل الطالب إلى أنه يعمل شيء جديد، يغير من فهمه أو يزيد من فهمه، كذلك يحافظ على دافعيته الثانية. النصيحة السادسة وهي أيضا في أساليب التدريس احنا تعرضنا إليها ونعود الحديث عنها أيضا، الشريحة السادسة. النصيحة السادسة هي أيضا ننتقل إليها، تتعلم عن تعلم الأقران والعمل بمجموعات، وهذا شيء كثير رائع وما كان في بداية أزمة كورونا. يعني لو نعود إلى الوراء سنة ماضية نرى أن الزوم ما كان فيه غرف نقاش ولا التيمز ولا الجوجل كلاس روم، الآن أصبح متوفر. هذه الخاصية تساعدنا إحنا كمعلمين تنويع تدريسنا، زيادة الدافعية، والانتقال إلى المهام المتمركزة حول المجموعات، بدل ما يكون تمركزنا حول المعلم أو تمركزنا حول أداء المعلم أو نشاطه، ينتقل الطالب للمشاركة، يقود إلى الإبداع، يقود إنه الطالب يتحقق من تعلمه مع زملائه. الطالب هون يقوم بأكثر من دور في هذه المجموعات، هو يسجل ملاحظات، هو يدير النقاش، هو يعمل كمقدم لنتائج المجموعة. أيضا دورنا أهون في عمل المجموعات وفي غرف النقاش، دورنا كثير حاسم، يتعلق بإعطاء تعليمات واضحة، يتعلق بإعطاء الهدف من المهمة، تعليمات واضحة ودقيقة، مدة النشاط، ممكن أدخل على الغرف النقاشية وأعمل تحقق من أداء الطلاب وأشرف وأتابع الطلاب. النصيحة السابعة في أساليب التدريس هي نصيحة إن شاء الله تكون فيها أمثلة عملية. النصيحة السابعة هي إنه نقدم أنشطة تفاعلية. إذا بتلاحظوا إحنا في أساليب التدريس النقاط متشابهة، لأنه إحنا في مرحلة التدريس يجب أن نعمل أكثر من حاجة وأكثر من نشاط وأكثر من تغيير لنحافظ على تفاعل ودافعية ونزيد من فاعلية كفاءة تعلم الطالب. الأنشطة التفاعلية هذه تقود إلى التعلم النشط، تقود إلى مشاركة جميع الطلاب. طيب كيف ممكن أنا أعطي أمثلة على هذه الأنشطة التفاعلية؟ طبعا في بداية الحصة ممكن أعمل نشاط كسر للجمود، ممكن أعمل سؤال، ممكن أعمل تمرين بسيط، سؤال عام يساعد الطلبة إنه كورم أب، أو إنه أنا بقودهم للحصة أو للدرس. ممكن بعد ذلك انتقل للعروض التقديميه باستخدام السلايدز او باستخدام الباوربوينت، ممكن استخدم الالغاز، ممكن اسالهم من اكون واعطيهم تعريفات وعليهم انه يعرفوا التعريف هذا يعود الى ماذا او الى من. ممكن اتركهم انشطه تفاعليه، اتركهم يعملوا مراجعه للاقران، يراجعوا اعمال بعض. كذلك جلسات العصف الذهني البرين ستورمينج في بدايه الجلسات، هذه كلها انشطه تفاعليه. ممكن أعطيهم سيناريو تعلمي أو سيناريو مشابه للحياة الواقعية وأتركهم يقدموا حلول للمشاكل اللي في هذا السيناريو، أو أعطيهم سيناريو يشابه الحياة العملية وفيها مسألة رياضيات والطالب يقوم بحلها. فأنا بحاول إنه أقدم أنشطة تفاعلية أيضا من خلال الكويزز أو الاختبارات القصيرة، لأنه هي قصيرة أصلا وفيها هدف واضح يجعل الطالب يتفاعل مع هذه الأنشطة. نقطة أخيرة في هذه النصيحة أنه نتحدث أيضا إحنا عن الألعاب أو إضافة مبدأ المفهوم الآن أصبح منتشر اللي هو مفهوم الجيميفيكيشن، أو أنه نجعل الطالب يتفاعل معنا من خلال اللعب وعناصر اللعب أو التلعيب. وهذا أنا بدعوكم زملائي وزملاء زميلات المعلمين والمعلمات أنه تتابعوا هذا المفهوم، تحاولوا انه تطبقوه عندكم في الغرف وفي جلساتكم التفاعليه مع المعلمين. على اي حال ننتقل الان الى النصيحه الثامنه، وانا بلاحظ انه ما شاء الله احنا ماشيين مع النصائح لانه هي مرتبطه مره اخرى متسلسله ومرتبطه مع بعض. بخصوص النصيحه الثامنه هي تتعلق ب اثناء تدريسي أنا عن بعد بحاول إنه باستمرار أتأكد من فهم الطلاب لما أقوم بتقديمه. هذه المهمة مهمة جدا إلي أنا. ليه؟ لأنها تتعلق بالتدريس وتتعلق أيضا بالتقييم.
ممكن انا اثناء جلسات البث المباشر، وللاسف احنا الفيسبوك ما عندنا هذا الشيء الا عن طريق الشات، ممكن في الزوم موجود وموجود في التيمز، انه اعمل بولز اللي هو الاستطلاعات، هي زي كويز بسيط والطلاب يجيبوا عليه. هذا ممكن اعمله في بدايه الحصه عشان اشوف المعلومات السابقه، ممكن انا اشوفه في منتصف التدريس، منتصف الانشطه، وفي نهايه الحصه. هذا كله يساعدني انه اتاكد ان الطالب بتعلم، وهذا شيء انا بكون فيه في الحصه العاديه ايضا. اثناء حصتي العاديه انا بقوم بهذا الاستطلاع، انه باستمرار انا بتاكد من الطلاب انه بتعلموا او لا. كذلك في فكره جدا مهمه اللي هي فكره استخدام قائمه تحقق او تشيك ليست. هذه التشيك ليست بتساعدني انا على انه اتاكد ان الطالب بتعلم، كذلك الطالب نفسه هو يتاكد انه هو ايضا بتعلم او هو قام فعلا بتحقيق الاهداف من الحصه. فانا ممكن اعطي للطالب في بدايه اليوم الدراسي من الصباح بشاركهم بقائمه تحقيق يوميه، واتركهم يشاركوها مع بعض وشوفوا شو الاشياء اليوم احنا لازم نتعلمها، وشو الاشياء المطلوبه، وشو هي الاشياء اللي ممكن انا كمعلم كطالب يجب علي ان اراعيها اثناء تعلمي واستفيد منها. طيب الواجبات هي شيء روتيني يقوم به المعلم باستمرار. هذه الواجبات يجب ان تكون ايضا واضحه، هدفها ايضا مش مجرد انه اغراق الطالب بالمهام، وانه اسلوبنا التقليدي هو الهدف منها، انه اتاكد انه لا يوجد عندي طالب متاخر عن زملائه في التعلم. وهدفي منها انه اتاكد انه تعزز التعلم اللي تعلمه الطلاب. ايضا حاول انه اعبي اي ثغره انا ممكن لاحظتها او لم الاحظها اثناء تدريسي للطلاب خلال الجلسات او خلال الماده ايضا الغير متزامنه. ممكن انا ايضا اقوم بطرح اسئله تحدي للطلاب. هذه الاسئله ممكن تخليني انا استخلص منها ما هو الغموض، او ما هي الاشياء اللي بعدها مش متمكنين منها الطلاب، الاسئله التي لا تزال في بالهم. هذا كله من خلال الاسئله ومن خلال الاستطلاعات ومن خلال الواجبات اللي انا مطلبها من الطلاب. النصيحه التاسعه، وهي نصيحة أعتقد أنه يجب أن تكون في البداية، لكن ترتيبها جاء هون على أساس أنه إحنا نقوم بإدارة التعلم. إدارة التعلم وهو المحور الثالث لنا اليوم، المحور الثالث لنا اليوم، المحور الثالث بيتكلم عن إدارة التعلم. كمعلم أنا في البداية يجب أن أتعرف على المنصة التي أنا أستخدمها في التعلم. طب هذا معرفتي لهذه المنصة، شو الهدف منه؟ الهدف منه انه اتعرف على الامكانيات والميزات والوظائف اللي بتقدمها هذه المنصه عشان استخدمها بشكل امثل. كذلك انا كمعلم لا اتوقع انه جميع طلابي لديهم مهارات رقميه متشابهه او متساويه، او انه قوه النت يكون متشابه او متساوي مع الطلاب. لا بالعكس، انا يجب انه انتبه انه الطلاب لديهم فروق فرديه، وهذا الفروق الفرديه هي متعلقه بالمهارات التقنيه وايضا بقوه اتصالهم بالانترنت. فانا من خلال معرفتي للمنصه ومن خلال معرفتي لاساليب استخدامي لهذه المنصه في التعلم عن بعد، هذا يسهل علي اداره التعلم. مره اخرى، انا كمدرس اعلم طلابي عن بعد، يجب ان يكون لي دور ايضا في مساعدتهم في الدخول للمنصات التعلم عن بعد. ممكن أعطيهم أكثر من خيار للدخول على البث المباشر للجلسات. ممكن أنا أستخدم جلسة البث المباشر الزوم وأعمل تسجيل لها، ممكن أعمل تسجيل أوديو وهذا موجود في الزوم لأنه وزنها خفيف، وشارك للطلاب اللي ما عندهم اتصال قوي في النت، ممكن أشاركهم بالملف الفيديو نفسه، ممكن أتواصل معهم عبر الواتس أب، ممكن أتواصل معهم بطرق مختلفة تساعدهم على أنه يظلوا على اتصال معنا ويدخلوا على المنصات هذه بسهولة. مرة أخرى، النصيحة التاسعة تتعرض لموضوع إدارتي للتعلم، أيضا موضوع الدافعية تطرقنا إليه اللي هو البيئة المجتمعية المتعاونة في صفي عن بعد.
باستمرار أنا يجب أن أحافظ على تفاعلي مع الطلاب من خلال المنصة، محافظة على صفحة، على قسم الدردشة، على قسم الاستطلاعات، موجود عندنا في الزوم الآن، موجود عندنا في جوجل كلاس روم. كل هذا يساعدنا مرة أخرى في تفاعل وتفعيل المنصة وتعلمها للطلاب. النصيحة التاسعة أيضا تختتم في موضوع الساعة المكتبية أو ساعات مكتبية اللي طرقنا لها في الدافعية، وهذا أيضا متعلق بإدارتي للتعلم، هذا شيء مهم جدا. زي ما بتلاحظوا أنه النصائح كلها مرتبطة مع بعض، الارتباط الأعمال اللي أقوم فيها أنا كمعلم ارتباطي أيضا فيها في التعلم عن بعد. النصيحة العاشرة هي نصيحة صعبة صراحة، لأنها تتعلق في عنصر يختلف عن الطلاب، عنصر يختلف أيضا عن المعلمين. النصيحة العاشرة تتعرض لمساعدة الأهالي الطلاب في معرفة طرق إنه يدخلوا فيها معنا في التعلم والتعليم ليساعدونا في تحقيق الأهداف، وهذا من خلال متابعة أبنائهم وتشجيعهم. رح نجد أصناف مختلفة من الأهالي، في ناس مهتمة ومتابعة ومدركة لأهمية دورهم في تعليم أبنائهم، وفي مجموعة يعني هم معذورين، مشاغل الحياة وضغوط الحياة والعمل ممكن يمنعهم من ذلك. على الأقل إحنا يجب أن نحافظ على تواصلنا مع الأهالي، يجب أن نحافظ على إنه إشراكهم في هذا التعلم، الإشارة إلى مصادر التعلم المقدمة، الإشارة إلى المصادر الإضافية عفوا الفيديوهات التي نقدمها للطلاب، كل هذا ممكن يساعدنا ويساعد الأهالي على متابعة الطلاب. عفوا ننتقل الآن إلى آسف إلى وضع قواعد للتفاعل، اللي هي النصيحة الحادية عشرة. النصيحة الحادية عشرة هي أيضا تتعلق في إدارة التعلم. إذا لاحظتوا انتقلنا من إدارة المجتمع التعلم الصفي إلى إدارة التفاعل الأهالي معنا، والآن ننتقل إلى التفاعل الصفي داخل الغرفة الصفية الافتراضية، داخل تعلمنا مع الطلاب من خلال ملفات الحفظ أو الملفات المحفوظة على الوان درايف. الآن القواعد هذه شبيهة جدا بالقواعد اللي احنا بنضعها في الصف الحقيقي. كل ما كانت القواعد هذه قواعد التفاعل هي بالاتفاق مع الطلبة، كل ما زادت فاعليتها، كل ما كان التزام الطلاب بها أعلى. فأنا بفضل إنه نخصص أول جلساتنا، أول اتصالنا مع الطلاب، إنه نتفق معهم كيف هم ممكن يدخلوا على المنصة، كيف ممكن يدخلوا على النقاش، كيف ممكن يدخلوا على جلسة التفاعل المباشر. أنا كمعلم ممكن أشير إلى اللغة المستخدمة في هذا التفاعل، إذا الحصة لغة عربية نستخدم اللغة العربية الفصحى، إذا الحصة هي باللغة الإنجليزية نحافظ على اللغة الإنجليزية. فاللغة المستخدمة ممكن ألزم الطلاب بعدم إيذاء الآخرين، ممكن في طلاب بيمارسوا التنمر عبر الجلسات أو عبر جلسات البث المباشر، فهذا يجب أن ننبه إليه باستمرار. استراتيجية التدريس اللي بستخدمها تحتاج إلى قواعد، وهذه القواعد تحتاج إلى قوانين وإلى ممارسات واضحة للطلاب، وهذا أهمية القواعد التفاعل الصفي. وهذه القواعد هي مرتبطة بتوقعاتي لأداء الطلاب، وهذه القواعد تساعدهم إنه تبعدهم عن التشتت، تبعدهم عن الفوضى غير الضرورية. ممكن أنا في غرفة الصف الافتراضية عندي أنا قواعد غير القواعد التقليدية، مثل إنه الطلاب في بداية الحصة يجب أن يكونوا كلهم مثلا ميوت، صامتين مثلا. كيف نسأل السؤال؟ كيف إظهار الصورة في البث، إنه الطلاب يظهروا وجوههم، أو إنه يقوموا بالمشاركة بالصوت، متى والإجراءات، كل هذه قواعد للتفاعل الصفي. هذه القواعد أنا بقترح أن تكون مكتوبة ونركز عليها في جلساتنا الأولى، الجلسة الأولى
والجلسة الثانية والجلسة الثالثة، من خلال هذه التذكير فيها باستمرار تصبح جزء من البناء التفاعلي في غرفة الصف الافتراضية وفي أدائنا وفي تعليمنا عنده. النصيحة الثانية عشرة وهي نصيحة للمعلم، هون تتعلق بالتغذية الراجعة، وهذا انتقلنا الآن إلى التقييم. زي ما أنتم ملاحظين بدينا في المحور الأول الدافعية الطلاب للتعلم اللي إحنا بنغطيها من خلال أهدافنا في بداية الخطة الدرسية، ثم انتقلنا إلى أساليب التدريس وإدارة التعلم، ونختم الآن في التقييم. والتغذية الراجعة جدا مهمة جدا للطالب والمعلم، والمعلم هون هو المقصود فيها. هذا التغذية الراجعة من الطلاب، يوم أنا أسأل الطلاب هل اليوم إحنا استفدنا وماذا استفدنا وماذا تعلمنا، الإكزيت كاردز أو خلينا ترجمها تذاكر الخروج من الحصة، كل هذا يساعدنا أنه أتأكد هل أنا قمت فعلا بتلبية احتياجات الطلاب، هل كانت أهدافي عملية، هل كان أدائي اليوم ممتاز أو يحتاج إلى تعديل. هذه التغذية الراجعة بتساعدني في ملء الفجوات في عملية تدريسي وفي تعليمي، بتساعدني في تلبية حاجات الطلاب واهتماماتهم، تساعدني في تطوير أساليب التدريسية. كمان في نقطة مهمة جدا، هي تعزز ثقتي في نفسي كمدرس، وخصوصا في التعلم عن بعد، لأنه شعور كلنا بنتشارك فيه أنه إحنا نتحدث إلى شاشة صماء. فالتغذية الراجعة هذه بتساعدني أنه أنا أتنور وأعرف بالضبط ما هي التغييرات اللي لازم إجراءها عشان أحسن تعليمي وبالتالي أحسن تعلم طلابي. النصيحة رقم 13 هي تتعلق بحاجة هي أصعب شيء تقريبا في موضوع التعلم عن بعد، وهو مراقبة الامتحانات والاختبارات. يعني هي تحدي فعلا، لكن من ضمن النصائح أو الأفكار اللي بتساعدني إني أراقب الطلاب وإنه أقلل من نسبة المحاولات الغش اللي ممكن أن يقوم بها الطلاب، هي بكل بساطة وضع مدة زمنية محددة لكل سؤال، حيث أن الطالب لا يستطيع أن يبحث عن إجابة أو يحصل إجابة من الآخرين. كذلك في الآن في بعض مؤسسات التعليم في العالم بدأوا يستخدموا برامج للمراقبة المباشرة live sessions. أنا بلاحظ ابني الصغير بيقدم الإملاء، المدرسة بتطلب منا تصويره وهو بكتب في الإملاء على أساس إنه تشوف هو وين ينظر وشو بيقدم. كل هذا بيؤدي إلى أيضا مراقبة الطالب، وهذا شيء عشان إحنا نحافظ على نزاهة التعلم ونزاهة النتائج. النصيحة رقم 14 هي تتعلق بالامتحانات. النصيحة 14 الامتحانات التجريبية والاختبارات التدريبية، وأنا هذه النصيحة صراحة من أكثر النصائح اللي أنا بحب أن نركز عليها، لأنه أنا بآمن في دور الامتحان في عملية التعلم والتعليم. قبل ما أنا الطالب يدخل على الامتحان الحقيقي، وحتى أكسر رهبته من الامتحانات وخوفه، وأكسر كمان من نسب الغش والاحتمال أنه يستعيد بالآخرين، أنا بعطيه فرصة أنه هو يعطيه فرصة تعلمية جديدة، أنه يتعرف على نمط الامتحان وعلى شكله. الطلاب بيعملوا كمجموعات في الامتحانات التجريبية، لأنه الهدف أنه نتعلم مش أنه نتقيم، فبنعمل كمجموعات، طلاب بيجتمعوا بحلوا بعدين بيقرروا ما هي أفضل الإجابات للمعلم. هذه الأفضل الإجابات للمعلم هي قرار جماعي، هذا يساعدهم في تقييم تعلمهم، في اتخاذ قرار مهارات التفكير العليا. الآن الامتحانات التجريبية والاختبارات التدريبية ممكن هي تكون على شكل كويز قصير جدا في نهاية الدرس، ممكن في نهاية الوحدة أو نهاية الفصل. هذه الامتحانات التجريبية والاختبارات التدريبية تساعد المتعلم على بناء ثقته في نفسه، فرصة أنه يتعرف وين الثغرة في تعلمه، وفرصة أيضا فرصة ثمينة جدا للمتعلم أنه يتعرف ايضا على نمط الاسئله، بحيث انه لا ينصدم، لانه احنا الان انتقلنا من التعلم التقليدي للتعلم الرقمي او التعلم عن بعد، الاسئله اصبحت تختلف، الاجراءات ايضا هذا شيء اضافي مهم جدا يجب انه احنا نغطيه ونحاول نساعد المعلمين.
قبل ما ننتقل لنصيحة رقم 15، بطلب منكم إنه تزوديني بالأسئلة اللي في بالكم، ونحاول مع بعض نحاول نجيب عليها ونقرأ تعليقاتكم عليها كتفاعل في هذه الجلسة. لأنه الآن إحنا ننتقل للنقطة الخامسة عشرة والأخيرة والنصيحة الأخيرة في جلستنا لهذا اليوم، اللي هي تتعلق في إنه طرق تقييم الطلاب في التعلم عن بعد. هل أنا الأسئلة أو أسلوب التقييم هل هو مختلف عن التعلم الوجاهي؟ أعتقد لا، هو مشابه فيه، لكن في عنا أيضا ميزات إضافية تساعدنا في تقييم الطلاب في التعلم عن بعد، مثل الاختبارات القصيرة. وجميعنا بنعرف إنه إحنا من خلال برامج زي جوجل فورمز، من خلال الزوم، ممكن أعمل أنا اختبار قصير مالتيبل تشويس أو اختيار متعدد أو إملاء الفراغ، وهذه بتساعدني على الحصول على إجابات وعلى تقييمات فورية لتعلم وأداء الطلاب. الأسئلة المقالية المفتوحة ممكن أنا أعطي زي إنه امتحان مفتوح للطالب يقيس مهارات التفكير عنده، مهارات تنظيم وعرض وشرح فهمه لتعلمه، وهذا مرة أخرى يساعدنا في التعلم عن بعد ويفعل من تعلم الطلاب. تمارين السحب والإسقاط، لأنه إحنا الآن تعلم رقمي، الإجراءات عندي أسهل من الورقي، فهذا موجود أيضا ممكن أن أستفيد منه. ممكن أعمل مقابلات للطلاب، أتصل على الطالب أعمل له جلسة حوار، جلسة نقاش، شو الأشياء اللي تعلمناها، وين الصعوبات، هذا كله أيضا جزء من التقييم. الاستبانات وجمع البيانات، وهذا موجود عندنا الآن، أصبح متوفر في معظم منصات التعلم. ممكن أنا زي ما تحدثنا في البداية يوم تناولنا موضوع الدافعية، نتحدث عن الأنشطة بنمط الألعاب، أحاول إنه أوظف خصائص الألعاب في الأنشطة التعلمية والتقييمية للطلاب. تنافس، وجود أكثر من خيار، حل المشكلات، تفكير بطريق غير مألوف، الوقت المحدد للنشاط، كل هذا يخلي التفاعل والحماس والتقييم أقرب وأسهل وأكثر دافعية للطلاب. تقييم الأقران، هذا شيء مهم جدا عندي أنا في التعلم عن بعد. ممكن أنا أساعد الطلاب يعملوا مراجعة لكتاباتهم، مراجعة لأعمالهم، وكل هذا بيساعدنا في تقييم الطلاب عن بعد. المنشورات اللي بنشرها الطلاب عبر المنتدى أو على صفحات التفاعل مع المعلم أو على المنصات التعلم، كل هذه المنشورات تساعدنا على تقييم ومعرفة الثغرات اللي موجودة في تعلم الطلاب، على أساس أنه نقوم بالتعاون مع الطلاب ومع الأهالي في بعض الأحيان لملء هذه الفراغات. النصيحة 15 يليها الصورة اللي إحنا بدينا فيها في جلستنا اليوم، يوم ما شفنا لاعب السيرك يمشي على الحبل وهو يشعر بالتوتر ويشعر بالقلق، زي معظم المعلمين وزي معظم الطلاب اللي لاحظناه في الاستبانة، يوم ما تحدث المعلمين إنه كان التجربة صعبة ومرهقة. اليوم إحنا في جلستنا حاولنا نزودكم ببعض النصائح وبعض الاقتراحات اللي مصنفة ضمن محاور عملنا إحنا كمعلمين، من ناحية زيادة دافعية الطلاب للتعلم، من خلال أساليب التدريس اللي إحنا بنمارسها، من خلال إدارتنا للتعلم، ومن خلال تقييمنا للطلاب. كل هذه الاقتراحات هي تمثل العصا التي يحملها اللاعب السيرك أو الرجل الذي يمشي على هذا الحبل. هذه العصا وهذه الاقتراحات وهذه المهارات اللي إحنا جميعاً بنعمل على تطويرها بتساعدنا مرة أخرى على الحفاظ على توازننا في التعلم عن بعد وفي تعليمنا عن بعد، بتساعد طلابنا أيضا على المحافظة على دافعيتهم وحماسهم وعلى تعلمهم وعلى توازنهم في عملية التعلم. فجلستنا اليوم كانت هي عبارة عن أفكار عامة وأفكار أيضا محددة مع نصائح عملية تساعدنا على تنفيذها وتطبيقها مع طلابنا. الآن اسمحوا لي إخواني وإخواتي إنه حاول نقرأ الأسئلة الموجودة في صفحة الفيسبوك، معنا تقريبا 5 دقائق.
نحاول نغطيها مع بعض، نفهم بالضبط شو التحديات أو الأسئلة التي لا تزال عالقة في أذهانكم، نحاول نجيب عليها بالتعاون معكم. طيب طبعا احنا نتحدث عن الاقتراحات، هذه هي اقتراحات عندما يكون عندنا فرصة على استخدام منصات التعلم، وممكن أنا أتواصل مع طلابي وأهتم فيهم، ممكن أشوفهم أنا في الحي أتحدث إلهم وأبدأ مع تواصل معهم عبر وسائل بسيطة كالواتساب أو كالفيسبوك، كل هذا ممكن يساعدنا إحنا، لكن أنا أشدد على أهمية التواصل وتفعيل عملية التعلم عن بعد. التغذية الراجعة تحتاج لجدولة زمنية بالضبط، يعني التغذية الراجعة أخ محمد هي عملية مستمرة وليست عملية يعني بشكل منتظم إنه ناخذها إحنا وتكون واضحة عنا تساعدنا تطوير التعلم. طبعا ضبط الطلاب ومراقبة أدائهم هذا شيء بالتأكيد هو تحدي للجميع، لكن إحنا كمان لا نستطيع أن نغفل أهمية التقييم وأهمية الاختبارات للطلاب. فعلا هو الطالب يتعلم من زملائه، وهذا فرصة عظيمة لنا في التعلم الإلكتروني أو التعلم عن بعد، بيساعدنا على أنه نوائم بين فرص تعلم مختلفة للطالب، مرة بيتعلم من المدرس، مرة بيتعلم من الفيلم اليوتيوب، مرة بتعلم من النص المكتوب، ومرة بتعلم من الأقران. طبعا الأهل دورهم مهم، ولهذا الأساس أخ أخي هون إنه فعلا شيء مهم جدا يجب إنه إحنا نعطيه أهمية بالغة. للأسف طبعا إحنا عندنا كثير ما يعني مظاهر سلبية في هذا الموضوع. عروض تقديمية جدا رائعة، أنا بفضل هذا الشيء، ومن الأشياء اللي نشجع الطلاب عليها إنه يعملوا عروض تظهر فهمهم للمادة التعلمية. السلبية هي أكبر تحدي وأنا أتفق معك، وعلى هذا الأساس إحنا حاولنا نبدأ في موضوع الدافعية، والعلاقات أيضا هذه العلاقات نبنيها باستقبالنا وفهمنا وحبنا للطالب وتشجيعه باستمرار. أشكر الجميع على ملاحظاتهم، وإن شاء الله تكون الجلسة ذات فائدة، ونلتقي فيكم إن شاء الله في جلسات أخرى في صفحة الأكاديمية على الفيسبوك، ونلتقي فيكم إن شاء الله على خير في كل مرة. يعطيكم العافية وإلى اللقاء إن شاء الله.